بسم الله الرحمن الرحيم لو عاوز تعرف مؤشرات تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه كل المؤشرات الاوليه بتقول الطب يصل الى 92% والهندسه الى 80% كشفت المؤشرات الاوليه لتنسيق القبول بالجامعات الحكوميه انخفاض كبير في درجات الحد الادنى نظرا لانخفاض المجاميع للطلاب في نتيجة الثانوية العامة حيث بلغ عدد الناجحين في هذا العام 428700 طالب وطالبة بنسبة نجاح 74% وذلك بالدور الأول مقارنة بالعام الماضي والذي شهد نجاح 490322 طالب وطالبة بنسبة نجاح 81% وهو ما ينعكس بالتبعية على مؤشرات التنسيق ويؤدي الى انخفاض كبير في مجموع القبول بالكليات الجامعية على مستوى الشعب المختلفة ومما سبق في ظل تأكيد وزارة التعليم العالي أن هناك أماكن محددة لطلاب التقسيم بعيدا عن الأماكن المخصصة لطلاب الثانوية العامة نجد أن هناك انخفاض لحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري حيث يكون القبول بهذا العام إلى أقل من 93% وحتى 92% بالتبعية يشهد الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان انخفاض كبير من المتوقع أن يكون كل القبول بكلية طب الأفام والأسنان 92 حتى 91 ويكون الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة أقل من 90 في المية وتشير المؤشرات إلى وجود فرص للحاصلين على أقل من 90 في المية في كلية العلاج الطبيعي والطب البيطري والتمريض والزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي